متابعينا ومتابعي منصة القرار الإخبارية المتخصصة في الزراعة وإنتاج الغذاء، شركة FMC العالمية من أهم 5 شركات عالمية منتجة لحلول الزراعة. شركة FMC تم إنشائها عام 1883، 140 سنة من العمل بأسواق العالم. منشئ الشركة ومؤسسها قام باختراع آلات الرش للمزارعين في مدينة كاليفورنيا في أمريكا. بعد هذه الفكرة اللي قام بإنشائها بعد ما تقاعد من وظيفته وكان فوق 60 كمان، أسس المؤسسة الكبيرة اللي اسمها FMC. الحقيقة كانت FMC بتشتغل في مجالات متعددة جدا، نقدر نقول إن هي كانت تاني أكبر منتج للليثيوم على مستوى العالم، وكمان ساهمت في إنشاء المطارات ومنها مطار دبي القديم. المعلومة دي جديدة طبعا، لكن FMC قررت عام 2000 إنها تتخصص فقط في مجال إنتاج الكيماويات الزراعية أو حلول المستلزم الزراعي من المبيدات. شركة FMC بالإمكانيات الهائلة في البحث والتطوير الموجودة عندها، في الإمكانيات البشرية والعلمية، الإمكانيات المالية، إنه نكون نزيد حصتنا من السوق المصري في المستقبل. عام 2013 استثمرت 200 مليون دولار في مجال حلول الزراعة والمبيدات. كمان عام 2017 حصل دمج لشركات عدة تحت اسم تجاري كبير، وطبعا شهدنا كل آليات الدمج دي على مدار السنوات اللي فاتت. شركة FMC استحوذت على الجزء الأكبر والأهم من شركة ديبون، وهي متخصصة بإنتاج حلول المبيدات والكيماويات الزراعية. احنا عندنا دلوقتي تحت التسجيل 7 مركبات، معظمهم حشائش، لان FMC من الشركات المتميزه في مبيدات الحشائش. في الحقيقه الشراكه بيننا وبين المتحده بتعتمد بشكل كبير على مبيدات كيميائيه، مش على مبيدات حيويه. واحنا المبيدات الحيويه احنا السنه دي ان شاء الله بنتطلع، وشكرا للجنه مبيدات الافات ان هم بيدعموا هذا الاتجاه. زادت الثقة والعلاقة ما بيننا وما بين FMC. عرضوا علينا البنيفيا، قلنا لهم أهلا وسهلا، عملنا فيه برضو الحمد لله رب العالمين شغل كويس على الأرض، وبالتالي فيه حاجات تانية جاية كتير إن شاء الله مع FMC. الحقيقة FMC بتنتج كل سنة مادة فعالة جديدة. FMC في مصر بتدخل دلوقتي 7 مركبات جديدة، منها 3 مركبات حيوية. طبعا المبيدات الحيوية ده استثمار المستقبل القادم في كل أنحاء العالم. والحقيقة كل المعنيين بشركة FMC وشركة المتحدة أقروا أن هذا التعاون هيكون تعاون داعم للشركتين في تطوير الأعمال التجارية بمصر والشرق الأوسط، لكن FMC بتدعم الأسواق كلها بأهم المواد الفعالة. انتظروها وانتظرونا معانا كمان عشان نقولك إيه المواد الفعالة الجديدة دي. شكراً.